عندك زيارة. ما بدي حدا يزورني أبدا. نادي لي المساعد سرقان. المساعد سرقان نقلوا له محل تاني، والنقيب أخذ إجازة. الأمور ملخبطة شوي. مين اللي جاييني؟ قدروا يزتوني هون وما عاد بدهم يطالعوني. ما بحب السجن ابدا. شلون رح نعمل الجنازة؟ جوهر عم يقول ما بصير ناخرها. بدكم تستنوا لحتى انا اطلع لودع بنتي لاخر مرة. معناتها المحامي ياخد إذن للجنازة ومن هنيك من هربك. ما عاد بدي أعيش هربان. مراد علم دار إجا لعندي وطلب يقابلك. إيه إجا لعندي وقال لي إنه زعلان على الأنس اسكندر الصغيرة، وإنه هو جاهز يعمل شو ما لزم بخصوص هذا الموضوع، لأنه هو كمان جاي بنت. قال أنا أكتر واحد بيفهم اسكندر. فوتوا لا شوفي فوت. يلا اركع. ممدوح جولداك، تعرف شو عقوبة خيانة الشعب؟ روحوا انقلعوا من هون. رح روح بس ما رح روح فاضي. ابن اختي خالي. عويص عوّسوا لك سافل. مو هلأ. خالي المحكمة تخلت عن صلاحياتها، ملفك حينتقل للمحكمة العسكرية. أطلق سراحك. ممتاز. الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. معلم اسكندر ما رح يقابلك. رح يقابلني. صب الله. عود عليك أخي. أنت روح يا إنجي. شو أنت مرايح؟ بس مو هلا. اسكندر معناتها انا رح ابقى معك. انت اغلى شيء عندي بالدنيا كلياتها، وما بدي يصيبك اي اذى ابدا. لهيك لو سمحتي، لو سمحتي اعملي شو بقول لك. بترجاك ما تتصرفوا بعصبيه. الشيء اللي بدك تعمله فيلر بيعمله. تعرف اتفاقه معك لهلأ ماشي. جوهر وصل الست إنجي. قابل مراد. بنادي على المحل تبعنا؟ خليه يجي لهون.
معلم، بيقول لك بولوت اسكندر عم يستناك بالمقبرة. طيب طالع. طالعين شريك؟ راح روح لوحدي. معلم، هدول ما بينوثق فيهم. أكتر شي بيرجعوا بكلمتهم، ما راح يصير شي مماتي. اتنيناتكن ما بتتحركوا من هون. سلامة عمرك. بعد ما رحت من عندي اتصلت بميماتي، بس كانت الحادثة صارت. مبروك عليك. سمعت بدها تجيك بنت. بتمنى لبنتك وأمها وإلك طول العمر يا مراد علمدار. ليك اسكندر، هاي مو أول مرة منتعادى فيها، بس ما بقي أي واحد من حوالي ما قوصته، وكنت أنت سبب أساسي بكارثة بحياته. طلعت واجيت لعندي وطلبت مني أنه تكون بنتك بأمانتي، وأنا وعدتك حافظ على أمانتك، وللأسف قبل ما توصلني أمانتك وصلني الخبر الأليم. أنت بتعرف منيح أنه أنا ما بأذي الأبرياء، واللي بيشتغلوا معي كلياتهم ما بيأذوا الأبرياء عن قصد ومعرفة. مثل ما قلت، أنا أجيت لعندك وأنا صادق. أنا أعطيتك وعد وإنت وعدتني، وأنا وعدي لهلأ لسات وماشي. أنا بدي قاتل بنتي، بدي كاظم. بيضل الوعد وعد بيني وبينك، وبتكون بنتك بنتي أنا كمان. تعرف يا اسكندر أني ما رح أعطيك حدا، بس إذا بتوعدني تلتزم بوعدك بخليه يروح يسلم حاله للعدالة وياخد عقوبته. مراد، أنا بدي منك مقابل بنتي قاتل بسيط. مو راسك انت يا مراد، ولا كمان راس لميماتي، حتى مو راس بنتك اللي راح تولد. ما بدي منك غير راس كاظم وبس. انا بحياتي كلها ما كان عندي قتلة ولا راح يكون. إذا بدك تأخذ بتارك خده مني. معلم، برأيك شو رح تكون النتيجة؟ القصة ما بتتعلق فيك. معلم، نحن ما عملنا شي غلط. طبعاً نحن ما عملنا شي غلط لو المعلم وعاطي كلمة. للأسف طلع عاطي كلمة. معلم، في وعد بهي الشغلات؟
ابني بهالبلد احيانا الكلمه بتاثر اكثر من رصاصها، والكلمه اتقل من الذهب. اتصل بعابد خليه يجيب عبد الحي والدكتور لعندك، وخبر جولدانا كمان بدنا نقعد ببيتك لفترة. ما فهمت معلم. لوين ما رحت بدكن تروحوا معي، وشو ما بتنفس بدكن تتنفسوا، ما بتبعدوا عن عيني ولا دقيقة واحدة. معلم انت عم تعاقبني إلي ولا لاسكندر؟ ما بقى غير نلبس تنورة ونقعد بالبيت مثل النسوان. والله اللي بيقتل مرة هذا اللي بيستاهله. المهم طالما أنا لابس بنطلون أنتو كمان بتكون تلبسوا بنطلون. ما بقى كتير سيد علي ميماتي، إن شاء الله عرسنا بيكون بالصيف، وبالشتاء بنجيب لك ولد تلعب معه. هس. ألو؟ اي ماشي اخي، تفضلوا يجوا اهلين. قد ما يجوا ما بتفرق معي اخي، رح احطهم على راسي كرمالك. ما في حدا اخي، هذا ابنك علي ميماتي عم يلعب ويكاغي. ماشي اخي. سيد حسني الجماعة جايين لهون، يلا اطلع بسرعة لو سمحت. سيد ميماتي شو قوله شغل هون بهالوقت؟ مو بس الأخ ميماتي، معلم مراد وكاظم والأخ عبد الحي جايين كلهم سوا، بعتقد جايين بهالوقت مشان الغدا. ما بتطلع غير براسي، ما لقوا محل ينزلوا فيه بكل اسطنبول؟ لك هالزلمة ما بقى يعرف شو بده يساوي لحتى ما يعطيني إياكي. حبيبي سيد حسني، لو مو صاير شي ليش ليجوا يعني؟ معناتها في شي كتير مهم. حبيبتي جولدانة هاي الأخيرة، خلص انتهينا، ما بقى اسمح لك تخدمي حدا، وإذا أنت حابة تخدمي تخدمي قفصك الذهبي والثمار اللي رح تجينا منه. قولك زعرة؟ ما زالت سحابة الرماد تعطل حركة الطائرات في غالبية مدن أوروبا، وهناك عدد كبير من مواطنين عالقين في المطارات الأوروبية، ولا تتخيلون المآسي التي يعاني منها الركاب، فهم يتوقون للعودة إلى بيوتهم في أقرب فرصة. إليكم بعض المشاهد في غالبية هذه المدن. Orada büyük bir kaos var. Hayal edemezsiniz. Her yerde mahsur kalan, evlerine dönmeye çalışan çaresiz insanlar. Ana Biftah. Çok telaşlı, stresli bir zamanda yaşayan çaresiz insanlar. Bugün uçak seferlerinin %75'i gerçekleşti. Avrupa Hava Kontrol Ajansı yarın uçuşların normal seyrine dönmesini beklediklerini açıkladı. Şu hadal mahal. Hada betak. أنا كنت عايش هون؟ هذا بيت السيد ميماتي. مين هذا ميماتي؟ بيكون رفيق روحك. أنا ولا أنا؟ تعال. شو في هالقطعة مع أحلاها؟ ماما حلوة كتير. والله من زمان كتير ما حسيت حالي مبسوطة كل هالقد. لو تشوف ثياب الأطفال اللي بالمحلات شي بيطير العقل. وهالجرابات كتير حلوة. لو ما اشتريتي جرابات ماما
مرت عمي عم تساوي لها. ما قدرت ما اشتريهم. يا ريت بابا شافنا. إبرو ليش عم تدوري على فرصة لتقلمي حالك؟ مو حرام عليكي؟ رح نديلك عمران ها؟ لا دخيلك. جيتوا لهون فادته منيح. هلأ كل ما مارس حياته الطبيعية بيكون أحسن له بكتير. يلي عم تسميها حياة هي هي. لازم يضل محبوس بالبيت. بيضل أحسن من المشفى. معلم إذا بدك من طالع عبد الحي المساء ناخده على النوادي الليلية. ميماتي عبد الحي بحياته ما راح على نادي. إذا لهالعمر ما راح على نادي لازم يروح شي مرة. طلع من البيت ما في طمن. ما بيصير إلا تطلعوا؟ قلت لكم رجلكن على رجلي. ماشي معلم، معناتها أنت خدنا على النادي. أنا عم بحكي من شان مكانتنا، حتى ما يقولوا إنك هربت من اسكندر. أنا عم أهرب من البلاوي، عم هرب الكل من البلاوي اللي ممكن تجيبوها. إذا ما مشي الحال رح أضطر أقفل عليكم البواب، فهمت؟ ايه فهمت معلم، بس ما بيمشي الحال هيك. تفضلوا. اختي اعطيني شاي لي كمان. اخي بهالوقت بتطير نومتك. حاجتك قر. روحي سخني لي حليب معناتها وفوقها حطي لي اياها بالببرونه وانا بشربها. معلم اسكندر طلع من زنزانة وانت دخلتنا على زنزانة. على قلي أوسع من القبر. معلم منروح من أوس براس اسكندر ومنخلص من الأحكام العرفية هاي. ما بقي عند اسكندر بنت تانية تقوصوها براسها. هالمرة بتروحوا بتقوصوا إنجي وبتعلقونا بمشكلة مع داود. معلم معناتها انت اسمح لنا نقوص براسنا. وقت اللي بقرر قوص انا براسي بتقوصوا حضرتكم براسكن. شو هاد؟ وانا شو عرفني؟ فكرتك طلبته عن جد. جولدان كاظم. انت شو عم تعمل؟ عم بعمل رياضة الصبح معلم. اعمل اللي بدك تعمله جوات البيت. يلا لجوا.
صباح الخير. صباح النور أخي. صباح الخير. صباح الخير. أختي شو رأيك تعملين بيض بندورة؟ بس ما في فلافلة بالبيت أخي، معناتها ببعت كاظم يروح يجيبه ويرجع. معلش يا عمليها بلا فلافلة. ماما عم موت. طولي بالك بنتي، هلا رايحين على المستشفى. ست الكل، لبين ما توصل سيارة الإسعاف بنكون وصلنا، خلينا نروح بسيارتي. يلا حبيبتي خلينا نتحرك شوي شوي. يلا عمران. طيب ماشي جاي. عابد اتصل بتركي، ابرو متسممه، لازم نروح على المشفى. مين ابرو؟ اسكندر مسممها. عابد انت ابقى هون، خلينا نمشي مماتي. يلا كاظم. شي بالليل ولما فقت الصبح ما شربت غير حليب. لا تكون خالصة مدته، لسه امبارح اشترينا. السفة اللي سمى مو مرتاح. ست الكل انت قوية كتير ورهب كمان، بإذن الله ما بيصير عليكم شي. قال الدكتور انه ما في لزوم لغسيل المعدة، هذا مو تسمم، هي شغلة ناتجة عن الغازات اللي عاملها الحليب. كيف وضعها؟ منيحة كتير سيد مراد، أعطيناها سيروم حتى تشد حالها. عمران أنا مو قلت لكم بتدقوا بكل الشغلات اللي بتشتروها من برا؟ مو هذا السبب معلم، نحن مندقق كل المشتريات. ابني نحن توهمنا شوي لما كانت عم تراجع. الحمد لله يكون وهم ولا شي تاني. سيد مراد، في شباب من مديرية الأمن عم يستنوا بغرفتي، بدهم ياخدوا إفادة مشان حدثت أول مبارح من السيد ميماتي وكاظم. خدوا الشباب لحتى نروح. ما فيكن تاخدوا إفادة الشباب هون؟ سيدي لازم يروحوا معنا على مديرية الأمن، هيك تعليمات المدعي العام. بلا ما نحط رفقاتنا شرطة بموقف صعب معلم، منروح. معناتها رح روح معكم. معلم لا تعذب حالك. امشوا. نحن بالمطالعة اللي رح نقدمها للمدعي العام رح نقول دفاع مشروع عن النفس. أصلاً هي هيك. أنتوا خدوا راحتكم بالكلام، أنا رح تابع كم شغلة. معلم حكيت مع المدعي العام،
ما في مشكلة بالنسبة لميماتي، بس في مشكلة بالنسبة لكاظم. إذا منقدر نأمن على حياته بالسجن خليه يفوت لجوا أحسن. ما في مشكلة بالسجن، هونيك بنحميه بسهولة أكبر. معلم إذا بدك كمان أنا بفوت، قصدي من شان الأمن معلم، وأنت بتريح حالك. كاظم رح يبقى لفترة، والليلة حيبقى هون؟ ايه معلم. الصبح منروح سوا على قصر العدلي. معلم نحن مندبر راسنا، انت روح، اكيد ما رح يصير علينا شيء. خبر الشباب وقل لهم يحضروا له اغراضه لكاظم. صحة وهنا. طارقان لساته هون؟ لا، انتقل على المكافحة. ورضوان؟ كان هون. هدول الألمان حرقوا الزلمة، حرقوه. ايه وشو علاقة الألمان؟ معلم، مين أكبر منافس للألمان ببطولة أوروبا كلها؟ نحنا. وهون مين بيعرف كرة قدم أكثر الكل؟ رضوان. طيب الألمان بيتركونا يا ما بيتركوه؟ هاي هي الشغلة أخي، ما فكرنا هيك أبدا. ما بدك تفكر عالضيق أخي، لا تفكر عالضيق. لعب أمريكا وألمانيا وروسيا على تركيا بيخلص ليش؟ أصلا بالزمانات الألمان عملوا عملية لرضوان، عطبوا أحسن لاعب بتركيا كلها. نقدر نطلع بالأول، منروح على المعاينة بالمشفى وبعدين على المحكمة. رايحين. شكرا. نحن ما فينا شي أخي، أكلنا وشربنا يعطيكم العافية، معاينة شو؟ امشي ميماتي. لبين ما نشرب الشاي بيخلصوا معاينة وبيطلعوا. ماشي ميماتي، فوتوا انتو ونحن رح نستنى هون. كاظم انفحص منيح يا بطل، ما بقى بتجيك هالفرصة ابدا. ها ماشي معلم. سيد ميماتي تفضل لهون. تفضل سيد كاظم. سلاح لو سمحت. دكتور أنا ما فيني شيء الحمد لله، أنت اكتب تقريرك لنطلع. كمان البنطلون؟ لا بلا. منعمل لك اللقاح ورح نصرفك. لقاح شو أخي؟ إجراء روتيني، لقاح ضد الأمراض السارية. أنا تجاوزت سن اللقاح من زمان دكتور. اكتب تقريرك لأطلع. يلا ماشي. Yeah.
هي ايده وسط اللي بنتي. بهاي وسطها بإيدك التاني. ميماتي هو اللي أعطاك الأمر؟ لا، يعني حضرتك أنت اللي قررت من عندك تقتل بنتي؟ تسللوا هيك؟ مو دكتور واحد اثنين؟ انتوا عم تلعبوا فينا؟ الو، انا طلبت منك كاظم، ما اعطيتني اياه. كاظم مات، وهلا انا بدي منك ميماتي. اعطيني ميماتي وبتصير بنتك مثل بنتي تمام.